حياكم الله مرة ثانية، يا هلا فيكم. الحين شبكت من تليفوني الثاني، شوفوا الحين مات الأسئلة موجودة ولا مو موجودة. وعليكم السلام والرحمة. أوكي أوكي الحين يصير. ما أدري ليش التليفون الثاني الجالكسي مو راضي. شلون مو موجودة؟ في واحد كتب لي سؤال توه. بس بس كا شغالة شغالة، بس ماني عارف ليش بالجالكسي يطلع لي إنها موجودة وما تطلع لكم. اغني لكم على اي اساس؟ ايش دراك ان صوتي زين اصلا؟ اللي كاتب شنو هذا؟ اقصد بالجالكسي ما يطلع عندكم خانه الاسئله، فنفس امس طفيت الكومنت وما حد قادر يسال اسئله، فالحين طلعت. ليش مسابقه لك؟ انزين خلنا ننطر بس صاحبنا، شكله عبالك كنسلنا اللايف. عبد الله خداده، شلون الحين اسوي لي ريكوست عشان تغيرون جو؟ انا اغني والله تطلع صوتي فيلم يعني. اوكي هذا عبد الله. انزين الحين بنسكر الكومنت، واللي عنده اسئله يسأل عبد الله، بس الأسئلة تكفى يعني عن الموضوع نفسه. يا هلا فيك. السلام عليكم. هلا وعليكم فيك. هلا السلام والله، والرحمة، حياك الله. شلونك؟ والله والله تمام الحمد لله. شلونك؟ شو اخبارك؟ والله طيب الحمد لله. كيف حالك؟ حبيبي مساك والله الحمد بخير. لله بخير. شلون؟ والله نورنا تمام. حبيبي. نورك حبيبي. خلنا نعرف الشباب، عبد الله خدادة بطل كويتي قاعد يفوز بسباقات وايد، و قلنا لازم نوريكم الإبداع اللي هو فيه ونسولف وياه شوي عن الإنجازات، بما أن في حبيبي وايد ناس محبين للهواية هذه يبي يعرفون أكيد يعني هل فيها صعوبة ما فيها صعوبة، وبنجاوب أسئلة المتابعين. كل ما أحد يسأل سؤال بقرأ السؤال، لأن قاعد أواجه مشكلة بالآي جي تي في ما اي يطلع ترى لي ما كان السؤال. شغال توه. شوف قبل يوم ثاني مرة طلع البوكس مال كويشن بوكس، قبلها ما كان طالع بالتليفون الثاني ما تطلع، ما ادري ليش. الظاهر في مشكلة ولا شيء اهم كذي. شيء اهم شيء اقرا الاسئله، لان لما يطالع احد اللايف بعدين ما تكون موجوده الاسئله. ايوه اي بالضبط. انزين نبي شوي نعرف عنك عبد الله، من متى انت بهال الرياضة الهوايه هذه الرياضه الهواية. شوف عمري بالعمر السباق يعني مجال السباق صار لي 9 سنين ما شاء الله، اللي هو مجال الدراج ريس. قبلها كنت سابق شارع، عرفت يعني الشارع يمكن هنقول من 2000 وما طلعني الياسين 2004 2003 كذي، عرفت كان عندي سياره قبل ليسن، عرفت وبلش شوي دوش شوارع ما دوش شوارع شوي شوي خلاص يعني قلنا بس لازم تتطور، ما يعني مع احترامي حق اهل الشارع يعني، بس تدش مجال ثاني مجال احترافي غير جمهور في منه فائده مميزات، عرفت. فانتقلت حق موضوع الدراج ريس سنه 2011 اول مشاركه لي 2011. اتوقع انت الحين ما يعني ما يستهويك الشارع، تحس انه بعد يعني الاشياء الاحترافيه تحس انه غلط، تحس نفسك غلط صح؟ اي يعني شوف تحس مو يعني هو شوف هو غلط ان حتى انه مو سيفتي حق الشباب. زي وايد من ربعنا الله يرحمه توفى بسبب حوادث سباق شوارع اللي صارت لي يعني اعاقات واللي مشاكل وايد، عرفت. وغير هذا الشرطه، عرفت انا واحد من الناس سحب السياره لما قلت بس يعني احراجات وايد اي تشكيل خطر إيه. على نفسك وعلى الناس بالضبط. انا مو فتقل يعني من مرحله لمرحله يعني والله انا صار لي كم اطلع ويا شباب لايفات بالاهل يسابقون شوارع إيه. ترى ما يرتنعون صعبين يعني اتكلم فيهم ماكو فايده، خلاص هو هذه هوايته حاط بباله انا مجالي بس اقوم بالشارع، عرفت. شوف انا عن نفسي انا من الناس اللي كنت ادوس بالشارع وايد للامانه، ما اقول لك الحين يعني يمكن كذي مثلا وانا دايس بالخط احد داس يمي يمكن اغط وياه شوي اكيد يعني مو مثاليين يعني احنا بيرفكت، بس ما اروح اماكن الدوسات اللي بالشارع، ما اروح اتواعد مع احد ادوس وياه اول شيء، لان خلاص بديت احس صج
أن حتى لو أنا قيادة، حتى لو أنا ممكن يصير أي خطأ وغير أيوة. المخالفات مو منك، من اللي يمك، منك مو منك أنت تصير الغلط، من اللي يمك في الشارع أيا كان. ممكن من سيارتي يصير شيء يعني، الله يعلم شنو اللي يصير. أم صح إيه لا، في ناس يقول أنا أقول أنا أسوق، أنا درايول ما، بس مو أنت ما تغلط، اللي يمك يمكن يغلط، أي أحد يلف عليك بالشارع ولا أيا كان، يطلع أحد ببيهك. أنا أغلب شباب حوادثهم طلعوا ببيهم. قبل فترة قصيرة أنا على السادس يمي جمس وهو ماشي عادي يعني بوضع طبيعي، انكسر الشيال وبغى يقلب، فقاعد إيه؟ اقول شيء بيني وبين نفسي، عاده ما يطري بالي انه يعني تنكسر شيال سيارتي يكون دايس مني والطريق يعني. فهذه شغلات يعني بدات تخليني احس انه يعني ممكن يصير شيء، انت مو انت مبدل توايرك اوكي، مو حاسب حسابه شيء، إيه. مو حاسب حسابه بالضبط. فبدات يعني احاول ابعد عن هالسالفه كل يعني، حيل احس الواحد اذا بيسوي شيء يسوي بحلبه، يسوي بمكان صح اكيد، اضمن له، ممكن يصير شيء بالحلبه بعد، بس على الاقل ما ضر غيره هناك ايه يعني بعد الله هناك، لو شنو يكون فيك ما يحوشك ولا شيء يعني. في وايد ناس ناس تقلبت سيارة وفي ناس ايه هناك تقلبت وعاد ما صار فيهم شيء. احنا بالشارع اذا واحد انقلب يسحبونه من ريله برا السياره صح، ويعطونه ماي، ممكن تلقى ما في شيء، يهديه. تلقى ما في شيء، الصبي سحبك السرعه يمصعه ولا ودائما ايه. كذي ماي ماي الربع ماي، وغلط تعطيه ماي يعني الواحد ماي ايه ما يصير ايه. فهذه يعني الاشياء اللي ممكن تسبب مصيبه وانت بغنى عنها. صح، وانا اشوف ما قمت اروح الاماكن هذه ليش؟ انه خلاص انا من يوم قمت اسابق بشكل رسمي صرت تبع نادي، عرفت؟ فقانونيا ما يصير اتواجد بالاماكن هذه يعني، اذا صادوني ولا شيء راح يصير ايقاف من النادي. انه ايش يقول لك انت انت نفسيا بل. لا قصدي قانون من يعني قانون بنصه النادي نفسه ايه. نادي ايوه اي يعني سيقولك انت الحين مثل قدوه حق الشباب صح يعني، انت تقابل سمعتهم ايوه، شلون تروح انت توقف بسباق غير قانوني او ايا كان، عرفت؟ صح، عشان شي حتى ما قمت اروح السوالف هذه، والسياره بعتها وانيت حق رايح واحد بس. الله يعطيك العافيه، الله يعافيك. والله انا اتمنى كلنا يعني يمكن نستصعب مرات او نستثقل ان نجهز سياراتنا للحلبه يعني الناس ما تبي شيء رسمي، بيطلع شارع ويدوس على طول بالضبط. بس هو شوف موضوع التجهيز، موضوع التجهيز صدقني يعني هو شوف فيه فئات وايد زين يعني. الحين خلينا ناخذ اللي يسابق بالشارع، ترى كل سياره مو مكلفته يعني، ما في سياره دون الخمسه سته قاط عليها، فانت ما ينفع انا قلت شيء بسيط زياده وادش اسابق بشيء رسمي، عرفت؟ يعني مثلا خلينا نفرض اروح حق اقل فئه، حق كان يسمى بيجنر، يبلش الموضوع يتعلم وكذي. الفئه هذا شو اللي طابقها؟ شروط ايه؟ شروط الامن والسلامه الاهم بالاهم، فخلاص امشي عليها، فاحط شلو وياها وادش شيء رسمي، شوي شوي اصعد اتطور. ايوه في تطور، في منها فائده يعني ان شاء الله. بالضبط. زين انت بلشت باي سياره اول شيء؟ انا كلها فوردات. زين شنو الفورد اللي بلشت فيها؟ كلهم موستنج نوتش باك اللي احنا نسميه بالكويتي بدبه. اوكي إيه. بلشت يعني اول شيء انا ادري اكيد سيارتك هذه مكلفه وايد، الموستنج الحاليه هذه ايه الاوليه وايد. يعني انت بلشت مبلغ يعني تقريبا كم يعني؟ شوف الله يسلمك، اول شيء يعني اول سياره كلفتني ما طفت الاربعه خمسه، ما طفت المبلغ هذا، بس كنت يعني ما انافس، عرفت؟ كانت فئه ستريد، دشيت فيها بس سباق واحد، شفت ما مني فايده قلت لا ما. بس حتى لو الواحد ما ينافس اعلمكم الموسم الجاي يعرف اللي يعني اللي لا واللي على يجرب وشوي شوي يصعد عاد يعني. شوف الحين شوف الحين شوي وقت تغير صار يعني، الحين اي احد يشارك. قبل يوم ما بلشت انا كان كل الفئات مفتوحه حلو، فيعني ما في ليمت حقك يعني وين بتلحق ويا الشباب. الحين في فئات يسمونها اندكس، في 12 سكند و11 و9 وايت سكند، هذيل شنو يعني؟ عندك تايم معين ما تقدر تكسره، بس انت وشطارتك على الرياكشن بالاشاره ومن يوصل قبل. فاصبحني اي حق يدش يعني، وايد سيارة تجيب سياره وكاله تجيب 11 ثانيه ولا 12 ثانيه، عرفت؟ فصار الموضوع شوي اسهل للشباب يدور يسابقون بشكل رسمي، وصار موضوع يعني الدراج ريس يعني بلشت اللي طاف شفنا ان تقريبا كل ويكند الموضوع شغال بالضبط يعني مو نفس قبل يعني متلهفين على الموضوع، الحين يعني صار فيه سهوله صح. غير هذا تيشن ترى هو يعني شاب الكويتي ترى هوايته عنده بس يعني، خل باقي هوايات بس بشكل عام ترى كرة قدم وسيارات بس، هذا اي هذا الاساس يعني. اي يعني افتتحت حلبة الكويت بالذات، شوف فيها سيركيت فيها
ترى الصوت راح، ما في صوت، ما ايش السالفة، ما ادري بس عندي ولا عند الناس بعد. اوكي الحين رد، لا قاعد يقطع شوي بس كنا. اوكي الحين رد الصوت. اوكي صوت اوكي انت ما فيها شيء زين. فيوم بطلوا اول سباق الدراج ريس كان في يعني ناس بهي شباب الرياضه وشي هذا يقول في صدمنا، احنا توقعنا انه قبل بس الكره لها جمهور، ما توقعنا ان كثر جمهور السيارات يعني المدرجات فولت سير قام يسطون لبرا، المساحه اللي مسويها النادي حق الجمهور ما استوعبتها وكثر الجمهور اللي شفت وصل. انا شفت انا بصراحه شيء شيء حلو والله، شيء حلو بصراحه، يعني اجواء حلوه. من كثر الجمهور انا ارتبكت. إيه يعني احنا ترتبك ما يا اخي، حتى تعودنا لو نكثر. يعني هذا ما ادري الاحساس يا اخي ينرفزني انا يعني. يعني مثلا بروحك بتسوي شيء تضبطه، لما يصير في جمهور ما ادري ليش تجيب العيد. اي يعني شوف عندك مثال، احنا بالتيم ويانا عندنا واحد هو اللي بدل هو هو يدخلني على الستار، يمكن تشوف المتين شوي يقدمني الشغلي. ايه انزين يوم سباق الكويتي يقول لي عبد الله قمت ارجف، فليش يقول لي شنو الجمهور هذا تخيل 4000 5000 5000 واحد قاعد يطالعك، يقول ايه مو متعود تستلف على الوقت والله، هذا. تحس ان اي غلطتك وحوش الارتباك. فيها ضغط مو طبيعي، عرفت؟ اي انزين السيارة عرفت الحالية، السيارة الحالية هذه هي قلت لي 3000 وفوق صح؟ 3000 حصان وفوق. عدل انزين هذه تقريبا اللي انت دفعته من جيبك انت الشخصي كم تقريبا؟ من اول ما بلشت يومك. بالسيارة هذه بس الأخيرة ايه طفت ال 100000. ما شاء الله. والسبونسرز تقريبا اللي هم يعني ما اعطينك اياه ما اشوف الامانه ما كان في سبونسرات. زين سبونسراتي كانت من امريكا، عندي شركات من امريكا بس ما يعطوني مبالغ ماديه. شغلات يعني مثلا نزل كمبيوتر جديد اي خدمات، يعني في حين كمبيوتر تعرفون من مجال السباق اسمه فيول تك. زين هذا مصنف اقوى كمبيوتر بالعالم، اول ما نزلوه شركه فيول تك سنه 2015 الوحيد مو بالشرق الاوسط يمكن بالوطن العربي كله، يعني الوحيد برا امريكا اللي كان عنده كمبيوتر اعطوني اياه سبونسر. عرفت كان سبونسرات في كل مريض كلها خدماتيه. عبد يعني الله هذا اللي خواجه اقصده، يعني اللي تقريبا الاشياء اللي معطينك اياها تقدرها يعني غاليه رخيصه اي الاشياء. الكمبيوتر سعره يمكن خمسه تقريبا 5000 دينار، وتوه دزوا لي كمبيوتر ثاني قبل اسبوعين دزوا لي نزل ابديت عليه جهاز جديد اي سي جديد دزوا لي اياه. عرفت وقلت لك بالكويت عندنا هم عبد الله خواجه بولت مال الاكزوزات ماسك موضوع اي شيء ولدك بالسياره من ناحيه اكزوز ما اكزوز على عبد الله، وراها ما قصروا حق المفروض انه كان الجوله طافت بس ما صارت. انت ابو عمره حبيبي ما تقصر حبيبي وبايك وش وماتري. عرفت والله ما قصر بانك وش ماتري بعد. اي والله يعطيهم العافيه شباب ان شاء الله نبيعها بالسباق الجاي. كانوا يتمنون بصراحه يشوفونك يعني فايز، وبس الحمد لله ما يعني صارت الكره يعني. اي لا ان شاء الله نعوضها تخلص على خير والله يعني الامانه انا اتمنى كل المتابعين اللي يشوفون اللايف هذا يتابعونك ويسوون لك فولو كلهم. ان شاء انا الله. ادري احنا بوضع الناس تعطي سبونسر حق اللي متابعينه وايد، ايوه الناس اللي متابعين وايد ولد تفاعل فلان قوي فلان محسوبيات بالعربي. والتفاعل قوي يشوفون يعني يدشون شركات يدشون اكاونتك يشوفون الكومنتات مبروك خداده فزت وكذي، صح يقولون هذا يعني شخص الناس تحبه ومثال حلو فيعطون سبونسرات. فاللي يشوف اللايف هذا وده انه يدعم عبد الله خداده، ترى الكومنتات الفولو هالامور هذه كلها هي اللي تدعم. خلي الشركات حتى انا استانس لما اشوف ناس تكتب وشي تحس انه غير. يعطيك طاقه صدق يعني، حتى انا لما اسوي فيديوهات مثلا اتعب على الفيديو لما ما القى كومنت ضايق يعني تعبت طالع ايوه وتلقى واحد بعد مو عاجبه الموضوع. اي فالتشجيع هذا مهم والله. اتمنى يعني كل الشباب اللي متابعين ويعني عبد الله منا وفينا ويرفع راس الكويت. انا حبيبي يعني جدا سعيد ان في احد بالكويت قاعد يسوي اللي انت قاعد تسويه بصراحه، من ارقام من ترى حتى بطولات.
حتى موضوع الاعلام بالكويت عندنا مو بس خلي على الشباب انستغرام يعني خلي السوشيال ميديا الاساسيه اللي هي مثلا التلفزيون. يعني شوف طلعوني كنيتني سنه من السنين طلعت اربع خمس مقابلات الجرايد كلش ما قاعد تذكر شيء. يعني انت شفت يوم كنت بقطر توه خليت بطل موسم وهذا ما شاء الله ما في مجال ما في جريده بقطر محطه مشكله صورتي علم الكويت رافعينها عرفت هني بالكويت ما حد يذكرك الا تعرف فلان الفلاني عشان انزل لك مقاله ولا عرفت للاسف صح والله انا عندي ايه؟ حاس فيك انا بس خلنا نقول حق الناس شنو البطولات اللي انت تميزت فيها. شوف قلت لك يوم بلشت 2011 اللي هو بشكل رسمي من 2014 اني خلاص يعني الحمد لله مثل ما تقول خاص اللي بالتوب 1 صرت. 2014 كسرت الرقم من الفئه مالتي زين صرت وورد ريكورد. وورد ريكورد يعني افضل واحد عالميا بال ايوه عرفت وتميت ليه الحمد لله ليومك هذه ما في يعني على الفئه هذه والشروط هذه ما حد كسر الرقم مالي ما شاء الله من 2014 وانت ريكورد عالمي. اي تميت انا اكسر اكسر يعني يون شابي يعني يدشون نفس التايم مالي وقاعد اكسر زياده يعني الحمد لله قاعد نطور ما قاعد نرجع قري كل ماله قاعد نروح اسرع عرفت. كسرت رقمك مال 2014 مليون مره كسرته. شوف اول شيء كانت بالسكند خلينا نتكلم كانت الريكورد الفئه 429 اي 4.29 جبت وراها 427 بعدين 426 هذيلا مو يعني احنا قلنا نسوي 428 425 بس لما تسوي ريكورد لازم تجيب مرتين ورا بعض عشان سنة يقولك يعني بمعنى ما يبتب الشانس ولا بالحظ يبتع عرفت. ف 429 بعدين 427 426 423 ليومك مسجل بقطر 419 و414 ما سجلناها هو اليوم كان يعني المتعارف عليه وورد ريكورد حق السيارة الحمراء 4141 بس ما سجلناه ليش احنا كنا نلعب على البوينت انت عشان تتم داخل بطل موسم كل ريكورد تكسره بخمسين 50 نقطة فكنا نحتاج نجمع النقاط فقلت ما ابي نسجل 414 ويمكن ما اكسر وراها زيادة فقلت لا بلش بال 423 سجلت هذه قلت عشان بالمستقبل اكسر زيادة ويعطوني بوينت زيادة حلو. فهي ودش مثلا منظمة اي دي ار المات المنظمة العربية دراج ريس سوبر ستريت لحين 4237 عبد الله خدادة ممتاز. والحين قطر انت جبت المركز الاول صح؟ صح. والبحرين كان الأول. عندك خلل او شيء كان عندك خلل او شيء جبت الثالث؟ ايه خل اقول لك بقطر جبت الاول فترات بطل موسم زين. شوف احنا شوي في ناس ما يفهمون السالفه هذه شوي في فرق بالقوانين عرفت. انا سابق في السوبر ستريت التاير نوع سليكس في تاير راديال حلو. بالبحرين غيروا شوي القوانين هناك فسواها راديال يعني انا شوي راح اكون غير عنهم. بقطر لا سليكس صحيحه بالكويت سليكس صحيحه فبالكويت خليت الاول وبقطر خليت الاول. البحرين هم يعني انا انافسك وداخل وياهم الاول بس شنو صار مو خلصنا موسم قطر فرديت السياره الكويت كان المفروض عندنا سباق اظن تاريخ 20/3 بالكويت. بالبحرين شنو صار كان شيء 20 بالبحرين فطلبت كذا شغلة اللي هم السسبنشن اللي ورا كنت مغيره وبوست كنترول فأنا بسوي أبديت حق السيارة. قلت ما بديش أغامر سيدة بسباق الكويت هل أخذ لي ستب على الأقل أسوي تيون وأجرب سيارة بالبحرين عشان جي حتى يوم خسرت ولا صارت مشكلة أنا طلعت حتى مو خسران طلعت ريد لايت بلنتي عرفت. فقلت يعني حتى شكت مضيك رايحين بس قاعد نجرب السيارة حق الكويت وما صارت بالكويت. سباق الكويت طافة أقوى أقوى زمن حق حلبة الكويت 431 يوم خيط الأول. حلو لا لا لي إن شاء الله الجايات وإن شاء الله راح يكون في سبونسرز بعد إن شاء الله إن شاء الله. واللي يتابعون أنا أدري وقت اللايف ما أدري ليش ضار وقتي غلط أو إن الناس ما لهم خلق. إيه شوف هالحزة هذه أهل إيه؟ السباقات كلهم شقائي لايفات الحين. إيه بس أنا ملاحظ لما حط أي جي تي في المشاهدات حلوة فإن شاء الله اللي يشوف إيه؟ عنده محل عنده شركة ترى عبد الله يستاهل وبيرفع راسه وحتى من ناحيه التسويق بيرفع اسم محلكم ان شاء الله. الجايه راح تحصل سبونسرز ان شاء الله. عرفت خلصت حمسه الريكوردات فكنت يعني شوف انا حصلت الكوس اللي عندي تقريبا فوق وصلت لك 40 كاس سنه 2016 رحت امريكا
دزيت سيارة هناك ورحت أنا فريقي، يعني مو ما اعتمد على أمريكي ولا شركة الفلانية ولا هذا، ومن حسابي الخاص أنا وربعي اللي هم فريق كويتي 100%، ما ويانا ولا حتى هلبر أمريكي ولا عرفت. خذينا السيارة زيناها أمريكا، في هناك سباق اسمه يولو بولت، هذا يعني يمكن أقوى سباقات أمريكا، توتال السيارات توصل 700 سيارة مسجلين فيه. فئتي كنا احنا تقريبا شيء 70 سياره وست اب جديد هناك، لان لا احنا بلتيون يفرق وياك الرطوبه درجه حراره، واهم شيء ارتفاع سطح البحر عرفت. فتأذينا شوي والحمد لله خذيت مركز ثالث عليهم، يعني تخيل من اصل شيء 70 سياره وصلنا 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 للنهائي وخذيت الثالث ما شاء الله، يعني توصل لين امريكا يعني التميز والبطولات الله يبارك لك. بس كم يعني انا ودي الناس تعرف عشان السبونسر لما يطالعون شيء، انت كم تقط عشان تدخل بطوله نفس هذه؟ خليني اقول لك، شوف انا رحت امريكا شاركت ثلاث سباقات كلفتني 15 دينار بس رحت امريكا، هذه غير المينتنس والسوالف هذه كذي. في ناس يقول يعني ايش دعوه، يعني اتوقع وايد قال ايش دعوه 100,000 دينار، احنا قلت لك انا فئه مفتوحه، انا بس ماكينتي بس الماكينه سعرها 17,000 دينار، التيربوات 4,000 دينار، الجير يمكن قريب ال 5 6، الكمبيوتر ثلاثة. فأنت السوالف هذه كل أنا عندي شوف نظام إنه لازم كل 50 رن لازم ريفرش كامل حق السيارة. أنا الرن الواحد كم مكلفني لو تست تقريبا 100 وشيء، يعني 300 دولار 100 دينار 150 دينار الرن الواحد. ف يعني السباق الواحد يكلفني مدول 2000 ثلاثة، اللي هو الموضوع شلون تحسبها انت الرن واحد قلبك. احنا قلت كل 50 رن حق السياره نسوي ريفرش، اللي هو شنو الريفرش؟ الجير نسوي له ريفرش، الماكينه تيربوات، كل 10 رنات تاير، كل 3 رنات فيول بلاك سوالف. فلما تجمع التوتال هذا وتقسمه على الرنات راح يطلع لك تكلفه الرن الواحد 100 وشي دينار. اوكي زين، البطولات الخليجيه كم تكلفك؟ شوف بالكويت، شوف اول شيء الخليج كنا نشارك في البحرين ما كان يعني حتى الجائزه مالتهم ما تغطي شيء، جائزه شويه. قطر جائزتهم شوي زينه، الكويت كانت جائزه الحمد لله زينه 3000 دينار. بس قلت لك يعني انت الحين انا الرن الواحد يكلفني 100 دينار، انا لو برن جوله واحده بيت النازل بقط لي عشان ادش السباق 100% 2000 دينار 2000 ثلاثه، هذا اذا بالكويت. برا الكويت خسران، يعني ما يدش بجيبك نهائيا، يعني عندك موضوع السكن، موضوع مصاريف الشباب، هم الشحن ما شحن، سوالف النقل نسميها احنا عرفت، رسوم التسجيل، يعني تسجيل قطع بس بروحه خلينا نقول 200 دينار اللي هو الاجار الورشه والرسوم والسوالف هذه. فتكلفه سباق الواحد اذا بالكويت 2000 2000 وشيء، برا الكويت 3000 وشيء الراوند الواحد الجولة الواحدة. حلو، بالمستقبل يعني لما يصير في سبونسرز وكذي دعم هني عاد يبلش معاك يعني المدخول وهالأمور هذه. بالضبط هو شوف يعني يعني في ناس يقول يعني بمعنى أنا حاب السالفة هذه هوايت حلو، فما يعني كذي ولا كذي لازم تسابق، يعني في ناس لا يقول إذا ما عندي سبونسر ولا هالشيء راح أوقف. إيه لأن هذاك ما أخذها مو يعني هواية وحب. أيوة إيه. أنت ماشي وراء حلمك وهدفك وحبك للموضوع، وإن شاء الله قدامي رزق وياها بعد. إن شاء الله. ترى كانت هم تذيت يعني بلغتك قبل يوم كنا بدبي، كانت الخطة هالسنة من هم بنسابق بأمريكا بسيارة ثانية اللي قلت كان بناخذها من هناك بنسابق فيها وردها الكويت، بس ما صارت هم سبب سافة كرم. إن بنضيف سيارة بالتيم عندنا إن شاء الله خير، وإن شاء الله أقدر أجي وياكم وأصور بعد إن شاء الله. والله خد نخلص من هالكورونا هذه نصور البطولة حق المتابعين الحين. إن شاء الله. إن إحنا تقريبا قلنا لهم الأساسيات كلها، نفتح الأسئلة صح. في 15 سؤال الحين، في هذا مو سؤال بس لازم نحطها الأمور هذه. منور بعالي هذا سايق جديد إن شاء الله سايق يهم بتشوفونه، عادل السلمان ويانا بالتيم نسوي له شغله جديده ونعم فيه وان شاء الله نشوفه. هذا راعي الكدلك اللي ذاك اليوم تذكرها، الكدلك اللي فقره السيارات اللي النادره. ايوه ان شاء الله ان شاء الله كانت قويه بصراحه. انزين هذا سؤال حلو، من اللي برمج لك السياره؟ عبد الله الشطي.
عبد الله الشطي هو اللي بامريكا صح؟ ايوه ايه تابعته فتره ان شاء الله عليه، حب يدش القلب ونيس وحبوب صراحه. هو يشتغل، هو جمع لنا الفرقه احنا كل واحد شغله معينه. الشطي هو يشتغل اساسا شغلته اللي هو الوايرنج اللي تسوي الضفاير وكذي والتيون، وهم عاد اللي تو اكلمك هم هذا وظيفته بالكويت هو اللي قاعد يسوي الوايرنج عندنا. انا ما ادري ان الشطي يسوي تون، انا عبالي وايرنج بس، لان لما تابع هو ايه التيون بس، التيون بس حقنا عرفت. وشلون التون طيب؟ ها اقوى سياره بد ما يحتاج والله يستاهل. لا في كم سياره متينها حق الشارع، سيارة الشارع الشباب، بس اغلبيه الكمبيوتراتهم بيج ستاف اللي تعرفه يعني كله حق تير وما تير بالسوالف هذه، ما يشتغل على المنتج السوالف هذه. زين هنشوف بعد. ترى باخذ دوره تيون ان شاء الله. تاخذ دوره تيونينج؟ اي انا اعرف بس مو اللي يعني عقوله محترف، اعرف الاساسيات اللي يعني عندنا السياره الثانيه البيضة تير مو كنت عير عرفت. خلاص نجرب سيارات المتابعين ان شاء الله اللي يبوا يجربون. يعني نجرب عليهم. زين هذا سؤال، هل الكويت عندهم افضل متسابقين بالعالم بالدراج؟ صدق اي هذه معلومه صج. انا ما ادري يعني ما ادري عنها صدق. يعني عندنا افضل يعني والنعم باقي الدول خلينا نتكلم عن الخليج، ترى اذا ما في كويتي ما في سباق صدق يعني تفضل حلبه. يعني صار حتى السنه اللي طافت صادف في سباق البحرين مع قطر، سقطوا البحرين مع الكويت، حلبة الكويت البحرين فاضيه كانت، وفي صدق يعني ناس من كل فئه متصدرين بالعالم بالكويتيين ان شاء الله. الكويتيين لو بس يحصلون دعم ولا احد يعني شوف يعني شاف عندهم هذول ما شاء الله سبونسرهم قوي عرفت. لا يبيضونها يبيضونها والله، عندنا يعني ناس مبدعين صدق وناس تشتغل بيدها وفاهمه وعارفه. هذا سؤال ثاني، السيارة تترخص من مرور الكويت أو الداخلية ولا ما لهم داخل، خصوصا إذا بنشحنها برا بنشارك فيها؟ تتكلم فيها على سيارتي يعني؟ إيه إيه مرخصة عادي، فيها دفتر ولوحات وموديل 89 بعد سيارة، وأجدد كل سنة تأمينها وعادي. أوكي بس هي يعني ممنوع تمشي فيها بالشارع؟ إيه ممنوع، بس هو مكتوب شفت اللي مكتوب لك الموديل، الموديل السيارة أو شيء كذي اللي هو مكتوب مثلا سيارة صالون أو جيب أو شيء كذي، أنا مكتوب سيارة سباق. مو مكتوب موستنج ولا لا، مكتوب سيارة سباق النوع فورد موستنج، الموديل سيارة سباق أو شيء كذي، عشان شنو إذا بروح أجددها ولا أيا كان ما تعطل. طب الحدود عادي يعني ما يكلمونه حتى لما شحنها بحر ولا أيا كان. يعني التسجيل هذا حق عشان تشارك بشكل رسمي بالسباقات إيه يعني حين إيه حتى لو بدزها برا مثلا بدزها حق قطر هناك ما قصروا، نادي قطر هم خلصوا الأمور يعني أمور الجمركية سوالف هذا يعني جاي لأن السيارة رايح بشكل رسمي حق حلبة قطر. إنزين حتى إذا السيارة مو مسجلة، إذا السيارة مو مسجلة هني بالمرور بالكويت يقدر يشارك فيها؟ لا لازم دفتر سيارة، لازم دفتر سيارة، لازم دفتر وليسن، ليسن شوف ليسن حق أظن لي فئة الناين زيرو أو التن زيرو ليسن عادي من يعني من تروح اتسكت واسرع لازم فاي اي ليسنك، ليسن دولي ما سباك درايبر. حلو انزين دفتر سيارة عشان أخلي سيارة سباق وكذي في صعوبة يحتاج واسطات وسوالف ولا لا؟ لا راح تمشي بشكل رسمي، لنا سيارة مثلا عليها توال فلانية ويعني سيارتي ثلاث ارباعها فيبر ما فيها كشنات، يبين الامور. في ناس تعرف هناك بالمقاييس واسم الفحص الفني يعني عادي تروح بشكل طبيعي اي شيء هذا مو لازم اعرف ولا ما يكفي، بس ترى صعب ما راح تقدر ترده بعدين سيارة صالون او سياره عاديه خلاص هو قرار وان واي بالضبط. اي يعني احنا نشوف ابن سياره قبل 2016 ابن دراجستر عشان تعرفها الطويله دراجستر هذه ما في منها بالكويت، افتحوا شيء جديد بسيستم المرور سياره سباق يعني كل شيء جديد عرفت من الصفر. زين حلو دام عندنا اشياء رسميه تمام. ايوه وبذات الحين بعد في حلب عندي كتبه بس خلاص هذه ساعدت وايد. هذا سؤال ثاني، اللياقه البدنيه ووزن السايق ياثر بالسباقات والنتائج؟ إيه. اخاف اقول له اي يقول لي يسمونه اللي قاعد يشوفه عكس. يصير تفرق بس على موتي السيارة شلون؟ هو اي وزن اي وزن زايد بالسياره ياثر يعني اكيد راح ياثر، بس احنا شوف وصلنا الحين صار مو قلنا نروح سبيد وايد كيف حطونا ليمت معين لازم ما تنزل تحته انا والسياره، بس هم تفرق انت قاعدتك داخل
اريح تاخذ راحتك ما تبي تضيج شفتك قاعد داخل ما يصير يعني حتى يعني ما شاء الله كتله ويسوق عادي عادي اي بس انه احسن لك حق تطلع او لا سمح الله لا يقول صار لك حادث اسهل لك تطلع انت ضعيف يعني مو اي اي صدق عاد وهقه صدق لا انت تقدر ايه. تطلع ولا هم اللي يقدر يطلعونك بسهوله بالضبط توهق وتوهق الناس وياك انزين يقول لك خبره سابقه بالدراج بامريكا ان شاء الله الاسئله حلوه ان شاء الله لا أسئلة والله مفيدة بالعكس نجرب نسابق هناك ولا رايح شكله اي انزين هذا سؤال تقريبا تونا قلنا عنه اذا عندي سيارة عادية بحولها سباق شنو الطريقة لازم مواصفات معينة هو شوف اول شيء كل فئة لها قانون وسيارتك ما تقدر تحكم عليها تدخلها اي قانون اذا انت مثلا ما تدري جديد تشوف شو الفئة انسب لك واقرب حق تايم سيارتك او تجهيز سيارتك وتشوف شو الاختلافات البسيطة بس بشكل عام الاساسيات اللي هم السيفتي عرفت يعني اذا سيارة شوي تروح سرعة لازم رول كيج 4 بوينت شيء بسيط مو كلش متعجز يعني اي احد ان شاء الله يقدر يشارك عرفت بس هو شنو بحولها كامل اي يعني في فئات تحولها موضوع فئاتك تحول سيارتك سيارة سباق على حسب الفئة اللي تبلش فيها او لو بيسأل او بيعرف شنو الجهة اللي يسأل فيها عن هالنقاط شوف عندنا مشكلة نوادي وايد عرفت وكل نادي له قانون بس تاخذها بشكل عام عرفت كل نادي قبل يسوي سباق يحط القانون الرئيسي حلو هو يمكن قصد عن المرور بعد اتوقع يمكن ما ادري عاد قصد عن المرور ولا يمكن السؤال شامل المرور يعني صح سأل عن دفتر قصدك صح يمكن السؤال شامل يعني الظاهر اذا على المرور قلت لك يعني مسافه التواير ما فيها اكزوز سياره ما فيها داخليه وايد سؤال في يقضون عليه كتاب من نادي صح انا اذا هو كان لاعب يعني حق نادي معين النادي يعطي كتاب هاي سياره فلانيه سياره سباق فيحول له اياها اسرع اذا هو متابع نادي يسوي له نفسه اوكي زين قاتب اذا انا بشارك بفئه ال12 لازم رول كيج او شنو الشروط ال12 اظن ما كان فيها رول كيج هو تنزل كنا من 10 سكند مشكله والله القوانين وايد كنا من 10 سكند نازل عادي ما يصير استغفر الله لازم رول كيج والسوالف هذه ال12 لا يسكت فال 12 حطونا حق سيارة ان شاء الله تقدش عادي اي سيارة قاعد تقدر تجيب ان شاء الله ال 12 سكند بس تشوف ما يدش بال 9 سكند واسرع او 8 سكند هي لا خلاص اللجامات بلاستيك لازم والباراشوت والكل سويتش هو سويتش كهرباء الخارجي والرول كيج سوالف هذه تمام واحنا نشوف انا ان شاء الله مكلمين الحلبة زين احنا نشوف كل نادي يسوي سباق عرفت الحلبة كانت تسوي بس تيست اللي هي الكي ام تي ففي حكي كلموني ان شاء الله ورا الكورونا اذا خلصت اجتماع وياهم بحط لهم قانون كذي حلو حق الشباب مو معقد زين ان اي واحد يقدر يدش ومو بس ما راح يكون اندكس راح يكون مفتوح راح يكون في متعه اكثر من اندكس لان اندكس شوي هو حلو كبدايه بس انت مهما قاعد تطور خلاص عندك زمن معين ما تقدر تكسره حلو فانت بتحط شيء يساعد اكثر ان ايوه يعني خلينا نقول يعني اي تقريبا يلم شباب اي واحد يشارك بالشارع سير اللي قاعد يسوق فيها بالشارع اما تسهل الامور واحد يتشجع اكثر اي بالضبط يعني قلت لهم الموضوع انك تبطل حلبه تبطل فئه جديده بالسوالف هذه حتى كبزنس حق الجراجات حق المحلات تتطور تمشي الامور اكثر الاقبال يزيد هذا سؤال تحتاجه متسابقين شون يعني؟ ظاهر يعني ناقص يعني الفريق يحتاج متسابقين زيادة قصده لا تخرب علي أنا وحيد أسوق لا تخرب في يعني هو يمكن بقصده أنه وده يدش هالرياضة شيء في أفريقيا وايد ويقدر يدش صح؟ ما حد يعني ما يخرب كل واحد يبي اللي يعني اللي عنده عرفت؟ بس هو اذا حابي يسابق ولا يبي فكره ولا شيء حاضر اي شيء يعني سيارتين احنا مسوينهم عندنا بالورشه من الصفر مسوين عرفت وشغل بسيط يعني حابب يسابق ما في كلفه شيء
بعد الأزمة بنمر الورشة وبنسوي فيديو حق إيه حقنا الله هداك لما قلت بتجي الورشة تعال نصمونا كل شيء اخترب قبشت علينا ما علي إن شاء الله المرة ما راح ترد الكورونا. هذا سؤال يقول لك متى نشوف الفور بوينت هذا ترى أسطورة بستفندر اللي كتب تدري أسطورة بستفندر العماني أسطورة هذا يعقوب العماني إن شاء الله والله إحنا صرحنا ياك يوم قلنا بدش فور زيرو الموسم هذا يعني بنكسر رقمنا مع الفوروين بدش إن شاء الله الفور زيرو هالموسم على السيتب اللي قاعد نسويه هذا تمام أنا ونسني لما كل واحد يدش اللايف يكونوا الرابع متابعيني بعد هذا يدل لي إن الأكاونت قاعد يجمع كل الناس اللي يحبون السيارات بس أنا سيد أقول لك إيش المشكلة عندنا إحنا واحد من الربع سعودي اسمه إبراهيم ما أذكر هو شنو هو مصور فكل يوم قاعد يسوي مقابلة ويا متسابقين خلي بشكل عام فمتى حزت الناس حزتنا عرفت أوكي فعشان تخرب علي مخربين على بعض إحنا أنا ما أدري والله لو أدري كان غيرت التوقيت بس بعد لا سرقنا بس أهل الدرايف بس عرفت أوكي إيه لا أنا لا شامل إن شاء الله نجرب نحط دريفت وشي بعد زين وزن السيارة اي صح يعني الشباب اللي عندك ما عندهم فكره ياخذوا فكره هناك هم لا احفظوا بعض خلاص اي لا انا بطلع كل الاهتمام اي لا دشتوا ما انا مشغل اللي طالع مقابله بس سوالف كومنتات يصيروا لي بعض وزن السياره في الفحص الفني مع السايق او بدون السايق اللي قصدك يتسجل بالدفتر اذا قصدك يتسجل بالدفتر من غير السايق اذا قصدك يوم قلت عنا احنا قاعد نسابق وزن مع السايق اوكي زين شنو الفرق هذا زين هذا سؤال هذا 3100 باوند فين والله شنو الفرق دار فور لينك ولا دار بار هذا يعرف السؤال متابعين عشان اللي يشوف بعدين السؤال شنو الفرق بين اداء بين لينك فور الفور لينك واللادر بار ولا دار بار اوكي في شباب مو وايد راح يفهمون موضوع تعليق السياره زين او شيء فرق وايد بالاداء اللدر هو شوف اشرح لك اياها هذه سياره حلو هني البوكس هذا البوكس هاي السياره اللدر يصير نقطه بالشاصي ونهايته كذي نقطتين بالبوكس حلو الفور لينك لا اربع نقاط حرين نقطه بالبوكس نقطه بالشاصي نقطه بالبوكس نقطه بالشاصي اربع جهات فالفور لينك اول شيء اللينك اطول راح يكون طوله يمسك السياره من نص يعني يمسك من نص شاصيها فتحكمك بالسسبنشن وستب السياره افضل مليون مره من اللدر اللدر قلت لك نقطه واحده بالشاصي بالباكيكس نقطتين فما يسوي ادجست واي حق البولين انجل اوكي الفور لينك افضل يعني وايد افضل بس انا الحين طولت انا قلت ممنوع الفور لينك سوبر ستريك جواب فئه ثانيه واللي متابع من برا الباكيكس احنا بالكويت الدفرنشال نسميه باكيكس فاللي يتابع أيوة برا دفرنشال باكيكس زين قول لك بايد شنو ترتيب الفورد الجديد سيد كعبي شونك هذا اخونا من قطر يا هلا ان شاء الله تنوم سسبنشن مبدلين فيه و كم شغله كمبيوترات اجهزه سناصر اللي عقبات الطالب يدد هذه عندك فورد ثانيه يعني قاعد تجهزها ولا لا هي نفس سياره نفس اهم قاعد اسوي لها ابديت حق الموسم الجاي قلت لك انه بنروح اسرع ان شاء الله تمام نبي نكسر هذا السؤال متى على الدراج ستار شنو الدراج ستار ما ادري متى على الدراج ستار يمكن غزل دراج ستار اي يمكن اي الدراجستا الطويلة إذا هذا أنا قلت خلاص موضوعها بس إنه مفروض إن شاء الله الصيف وما صارت إذا مدى أنا حين خلصنا هم قالوا إن شهر 7 بطلون المطارات عرفت إذا مدى بنروح نجيبها مسابق فيها نجرب في شوكي بنجيبها الكويت على 7-8 إحنا كان عندنا واحدة من قبل وبعناها حلو هذا سؤال ثاني يقولك غريبة ولا مرة شفناها تويل أنا حاط معاه وسعة 3000 دينار ورا عشان أتويل او اوكي هذا يعني السسبنشن اللي انت حاطه اذا ويلك اي يعني انا قاعد نقط احنا فلوس وسسبنش وست اب عشان لا تويل السياره وحتى مو قلت حق حسين الكعبي على السناصر طالب ثلاث سناصر كل سنسر قيمته تقريبا 300 دينار سنسر واحد شنو وظيفته ليزر اسمه رايد هايت سنسر احط بالشاصي قدام وبالنص ومن ورا وبرمجه على الكمبيوتر
خلنا نفرض هو الحين قرا يعني 7 انش 10 سنتي مثلا، ابرمجه كل سنتي ارتفع تطيح لي مثلا بوست او تايمينج من باور الماكينه عشان سياره تويه، فاحنا كثر ما اقل ما نبي سياره تويه نهائيا. اوكي الويل يضرك ب إيه احنا فئتنا قلت لك مفتوحه وممنوع ويلي بار، فنبي كثر ما نقدر نقوم من غير الويل الخفيف اللي عرفت اللي شوي شوي هذا، بس لو ويل غلط اللي طالعنا من برا انا ما ادري هم الويل لا اسامي ثانيه ولا الويل قد انها ترتفع السياره من قدامك واير ما ادري شنو مصطلحها الثاني. زين هذا كاتب لك عبيد مشتاقين بالزاف ترى حبيبي خلص ادق عليك. زين انا داش مسابقه على كمبيوتر موتك اقدر ادز لك اياها تحطها، هذا ما ادري قصده عندي ولا عندك ولا هو توهم كتب بالكومنت كلمني بعد ال ترى المتج مو زين فيولتك احسن لك الحين عاد الولاء ها. مشتاقين هذا كاتب مشتاقين للسباقات والله مشتاقين حق الحياة حبيبي هذا واحد فريق حمود الياباني. زين هذا ما ادري شلون اقراها يعني انا ادري شنو قصده بس مستر فيوغل البرو تشارجر اللي هو شوف نفسه وظيفه التيبل قصده انه عاد تفهم حق الشباب انا بس هو كاتب المصطلح الصحيح حق هذا الشيء هو برو تشارج الشركه هو كاتب البرو تشارج اغلب اللي متابعين يعني يدرون عن البرو تشارج الشكل هذا. اوكي بس الروت شنو؟ الروت اللي سمي بلور عرفت البلور اللي يصير فوق الستوب في مثل عيون في نوعين في سكرو العود وفي روت اللي يصير اصغر عرفت؟ هو يقول برو تشارجر والروت البرو تشارجر بس ليش؟ هو كباور الروت بس قانون الدراج ريس البرو تشارجر يعني يعتبر سنجل باور اد زين فتاخذ عليه وزن شويه الروت لا وزن اكثر يعني مثلا انا الحين اذا بسابق برو تشارجر 2900 باوند اذا بحط روت 3000 باوند فالناس قاعد يتجهون حق البرو تشارجر تمام بس راح يزيدون وزنه مع الايام لانه قاعد يروح سريع عرفت؟ احنا قانون عندنا بالدراج ريس اذا واحد وايد راح سريع الباجين يعني مثلا تيربو راح سريع عن البرو تشارجر والبلاور والغاز لا يحطون وزن على التيربو عرفت؟ عشان يصيرون بالفير يصير شاب نفسه التيربو احنا 3100 باوند وزننا والله فيها شغلات وايد تفاصيل بصراحه يعني وايد لغه. زين واحد كاتب ليش ما تحب الشفر؟ اوه هذا يبي له لايف ثاني. ها اذا قلت هات تصير هوشه شوف بتبلش مشكله اسالهم تحبون شفر ولا فورد ليش بلش الهواش؟ لا انا اقول لك متى تجاوب هو باقي شوي يعني نكمل ساعه اخر اللايف تقول ليش ما تحب الشفر الشفر وسكر اللايف. هو ما في شيء معين ولا انا احب الفورد لاني بلشت بالفورد يعني كان عمري 15 سنه 16 سنه الوالده رحمها شات لي هديه فورد هم بدب عرفت فاحب الفورد من انا صغير الشفره خليها حق الشارع مشاوير شيء عرفت حق دلع الظاهر راح يصير في لايف بينك وبين واحد شفراوي الظاهر لا عشان عندي قبل كان زو 6 بس حق تمشي وشي يعني حلوه السياره بس حق نادي لا انا احب الفورد كشكل وكل شيء حتى مثال الفورد هذه حتى ما كريتها فورد مو شفر يعني بيج بلوك فورد حلو اذا كاتب ايش رايك بالفورد الاحمر حق علاوي ما يحتاج تدري انت شلون هذا اخوه من السعوديه شفت الحمراء والنعم كلها نفس السعوديه اللي متابعينا ايه محمد شطي شفت الحمراء مالتنا نفسها بالضبط بس 6 سلندر عليها ماكينة 2 جي وما شاء الله ترى ريكورد بال 6 سلندر اخوان ما شاء الله عليها ايه فورد حمراء عليها 2 جي والله قاعد استانس لما اشوف التنوع المتابعين انا ما ادري ان كلهم متسابقين لا والنعم يا اهل السعوديه اهل الحسن والله والنعم كل الخليجيين والمتابعين هنا كاتب شنو تشوف نهايه المشوار يعني تطور شنو بتكون النهايه هو شوف في منه فايده يعني اذا واحد حاب السباق موضوع النادي احسن من موضوع صحف الله الشارع ليش في يعني كل سنه قاعد اتكرر من ولي العهد زين ساعات اللي في ميزانيه من الدوله ساعات يعطونا دعم على كل جوله 700 دينار خلنا 1000 دينار تقريبا تفرق رياضي عرفت باكر ان شاء الله لو وفقنا يصير احتراف
معاه الشهري عرف يعني. إن شاء الله في منه فايدة. يكفي إنك قاعد تمارس حبك وشغفك. وبشيء أيه وبشيء رسمي يعني. أنت هذه هو شوف مو بكيف تغير هوايتك. عرف إذا عندك هواية سيارات ما أنت كلام بشكل خاص سباق سيارات يا شارع يا نادي. فأنت تتجه حق الأحسن اللي هو النادي. صح. إنزين الحين في كم سؤال وباقي 10 دقائق أعتقد اللايف ينتهي لازم نرد نشغل. فخلنا نحاول إن نسرع. إحنا سوالف خذتنا والله استمتعت وياك بالسوالف. حبيبي. والشباب ما شاء الله عندهم فضول على السباقات. إذا هذا السؤال شنو اللي تطمح له في السنوات القادمة؟ أطمح له أسابق أكبر فئة. زين ويكون عندي تيم كبير فريق كبير. إن شاء الله يتحقق. وهذا سؤال ثاني خدادة متى بتغير على فئة أكبر؟ هذا يسمونه دور سوالف. هذا مسؤول بحلبة البحرين. هذا أي واحد الحين اللي كان نورس خونا نورس في البحرين. حلو. إن شاء الله والله شوف إذا شوف أقولها كاش إذا في سبونسر سنة والميزانية 100% راح سابق بروموت. يعني متفق يا شاب خالصين. بس يعني ما نقدر إحنا بنصرف على الفورد وهي سوبرسيت حمر ولا عندنا سيارة زرقة عندنا الدراجستر والبيضة راح نتشتت عرفت. إن شاء الله. بس فيني أقول لهم شاب يعني ما أكمل سنتين ثلاث إلا صاعدين إن شاء الله بعد زيادة. إن شاء الله. هذا سؤال what's your best record شنو أحسن ريكورد جبته؟ 4.141 أوكي. إيه بس المسجل المسجل رسمي المسجل ريكوردات قطر 4.237 حلو على 190 مايل. إنزين الشباب اللي كاتبين أسئلة متشابهة يعني إذا حسيت أنا إن إحنا جاوبنا السؤال راح أطوف السؤال لأن مجاوبينه تقريبا. هذا كاتب عبد الله يسوي بطولات حق البقيات خله يسولف عنهم. هذه الحين منها موضوع ثاني يعني صدق ما كانت واقفه السالفه ورديتها. انزين هذه خله الشباب لا متكلمين عليها بس انا زفيت يعني ليش توقفت من النادي فتره وكذي مو قلت لك اذا ما تسوي شيء مو قانوني يجمع الشباب بدهم سباق عشان يسكون ايقاف النادي. فالحين السوالف عنها تجيب مشاكل ها. لا لا بالعكس يوم كلمت النادي فهمت الوضع وكذي وهذا زين وفردوا خلوني النادي انا نظم سباق عندهم بالعكس وقت يعني تجاوبوا يعني. ماجد العنزي توني قاعد اقول واتساب الله هداك احنا عندنا مشكله بسالفه القوانين بالفئه. ماجد العنزي ويانا بنفس الفئه اخونا هم من السعوديه. اخونا عبد الله الراشد كاتب كم تكلف سياره سوبر ستريت تقريبا اذا شفتها بتسويها جديده مو دون يعني شيء صجي خلاص من الاخر مو دون 60-70 مستعمله تحصلهم بتحصل من 15000 ل 40-50 على حسب سياره فايزه تاين. شوف سياره دريك بشكل عام تشتري زمن اوكي عرفت يعني سيارتي نفس تجهيز زين خلينا نفرض خلينا نقول بومود واحده يبقى 40 واحده يبقى 35 نفس التجهيز هذه 200 دولار هذه 150 دولار. حلو عزم الأخ. أعتقد راشد جاوبناك. شنو سؤالك؟ زين هني شلون الطريقة البداية يعني هل أختار الفئة شوي شوي أغير بسيارتي ولا لازم كل شيء بوقت واحد حسب الفئة وشنو الأسهل؟ عشان جاي قلت لك يوم سمونه شو كلفت السيارة 100,000. فانت الحين تبلش بشيء تروح اسرع فلان ركب تطور من السياره زين. فانت الحين عندك مجال صار اسهل شوي حقك مو نفس انا يوم شارك عندك فئات تختار من البدايه اي فئه تبي عرفت. حلو زين. هذا واحد كاتب لي السؤال لي انا ليش مطفي الكومنت للامانه ما اعرف اسولف إذا قاعد أقرأ خلاص أضيع بالسالفة حيل. أنا كذي يعني مطلع يا شاب كله أقرأ اللي هذا. إيه ما تعرف ما تقرأ. تصفقونك. هني كاتب شلون أطلع رخصة سيارة سباق عندي سيارة بحولها معارف. إيه هذا جاوبناه قبل شوي إحنا. هو الرخصة حين ليسن. إيه. إذا ليسن يروح نادي يكون يعطونا كتاب فحص نظر سوالف هذه يعني الشيء البدنية سوالف بدنية ويروح الكيتي عرفت اللي بشوي الرابع. إيه. يدفع 40 زين يعطونا ليسن الدرايفر وإذا يبي ليسن الثاني شهرين لازم متسابقين يوقعون عليه ولويا شوي.
حلو زين. واحد كاتب ليش السعودية متأخرة جدا من ناحية الدراج ورياضة السيارات عموما على الرغم من عددهم وإمكانياتهم؟ ما شوف أدري. متأخرين حشا، بالعكس أنا أقوم أشرس المنافسين عندي بالفئة اللي توا ماجد العنيدي صاحبي وعبيد الشامس، هذول سعوديين بالعكس وايد شطار، بس هم صدق عندهم عدد قليل، ما هم متسابقين وايد وايد وايد، وهناك شوي هم نفس موضوعنا، ما في سبونسر، ما في سوالف هذي، ما في إعلام، بس لا بالعكس وايد بالذات فئتي من أقوى الناس. زين هذا كاتب بأمريكا يسوون يوم مفتوح كل السيارات تدخل وشروط السلام مخوذة وبنطلون عادي وانت كرامة وجوتين. صح الحين فئة التنزيرو وتنازل عادي تيشيرتك، بس انه اظن شوف ال12 جلافز خوذة في فئة عادي عزك الله جوتيك موجود السباق. هو كله يعتمد السيفتيك، شو يعتمد على الزمن اللي تجيبه وسرعتك. عرفت؟ خلينا نفرض الحين انت داش مثلا من غير رول كيج ولبس مو سباق، بس اللهم اساسيات الخوذة والدس. في سرت سرعتك ترى الجو يا فلان ما راح تسابق، امش على السيفتي مال السرعة اللي جبتها. حلو انزين. هذا كاتب شنو وضع الدراج ريس بالدول العربيه كمصدر دخل وجواز مقارنه بالتكلفه؟ تقريبا جاوب عبد الله من واقع التجربه، ما تغطي ما تغطي الا يعني الواحد لما يصير اسم يعني انشهر وايد ممكن شركات. خليج شوف ايش الفرق بين عندنا بالخليج وبال يعني بامريكا، هناك هناك عندهم يعني شيء اجباري لازم سبونسر اجباري، ولما يصير سبونسر مو نفس ربعنا يعني مبلغ، لا يعني عقد رسمي ومعاش و... فهناك وضعهم وايد غير، عشان كذي هني بالكويت ما تغطي ولا شيء السوالف اللي قاعد تصير من جوائز ما جوائز سوالف هذه. ان شاء الله كل شيء يتغير ان شاء الله ان شاء الله. انزين هذا سؤال، ليش اخذت قصه الفوكس بودي مو 96 ولا اس 55 اللي هي الجديده ولا اي قصه؟ أيوة. ليش هالقصه بالذات؟ شوف هو الذات بشكل عام اغلب سيارات الدرايك هم اللي هو النوتش باك الالكس بشكل عام. وليش الناس كلها اتجهت حق البودي هذا؟ اول شيء خفيف زين، ثاني شيء لو تلاحظ شركات الشواصي السسبنشن هذه اول ما انتجت حق البودي هذا. فتحين بتسوي سياره احنا قبل كم سنه راح تشوف اي شركه تحصل عندها كل شيء، فتلاحظ ما في السياره هذه اللي كل شيء متوفر لها، عرفنا باكس الشيء على راس كي منبر سوالف هذه، عشان كذا فتلقى الاغلب يبي الفوكس بودي. الحين لا خلاص قامت زادت الشركات، فكل شركة تصنع اللي حق كمار واللي حق فورت واللي عرف. أنا حاولت إن أغطي أكبر قدر من الأسئلة ولا الحين في أسئلة أحس تورطنا. في ناس قاعد يطالبون بساعة زيادة، أنا عندي اقتراح أحسن. قولي الشي يسمونه اللي عنده سؤال، أنا الحين بحط آي جي تي في، اللي عنده سؤال يمنشن عبد الله ويرد عليه بالمنشن. صح صح، لأن أكيد في ناس راح تطري بالهم أسئلة لما يشوفون حتى الـ إيه بعد أي ذكر سؤال بعدين ولا شيء شيء بحظ يعني أي شيء اعذرونا. أنا حاولت كثر ما أقدر إن يعني أطلع الأسئلة كلها واستمتعنا والله بالسوالف وياك وايد، وإن شاء الله اللي يبون أي شيء المتابعين ما راح يقصروا وياك مع عبد الله بالخاص ولا حتى بالمنشن، يعني إذا كتبتوا له منشن. ونبي دعم المتابعين والله، نبيهم كلهم يسوون لك فولو ويتفاعلون معاك نشجع عبد الله، نبي نشوف اسم الكويت بكل البطولات العالمية إن شاء الله بحيل الله. حبيبي عبد الله حبيبي ما قصرت على وقتك معانا، وأنت اللي يعطيك العافية وما قصرت حبيبي. إن شاء الله لنا قاعدة بعد ال إن شاء الله المرة اللي تخلص إن شاء الله تخلص لا لا إن شاء الله تعدي على خير ونصور معك حبيبي إن شاء الله. حبيبي يعطيك العافية، شوفك على خير.